مصطفى وتروح للحارس نيمس ستيفان. اوه غلطة من الحارس ستيفان قاسي سعيد، اوه الهدف والهدف رائع قاسي سعيد، غلطة فادحة غلطة فادحة من الحارس ستيفان نيمس، واستغل الكرة هذه قاسي سعيد استغلها كما يجب ويسجل الهدف الأول بعد مرور حوالي 11 دقيقة من المقابلة. مسيرة كروية غنية من لاعب إلى مدرب ثم مسير ناجح، أول جزائري ينتقل من البطولة المحلية إلى البطولة المصرية ليلعب في نادي الزمالك، الفريق الذي توج معه بالتاج الإفريقي، صاحب البنية والكاريزما، نجم اتحاد البليدة ومولودية قسنطينة، اسم يشهد له تاريخ مولودية الجزائر. من عائلة كروية بحتة ولد كمال قاسي السيد في 13 فبراير 67 900 و1000 بالقباء الجزائر العاصمة. مسيرة كروية استهلها كلاعب مع اتحاد حسين داي، الفريق الصغير الذي استطاع من خلاله كمال أن يبزغ نجمه، وباقتراح من شقيقه محمد مر اسمه مرور الكرام على نادي رائد القبة الذي لم يقدر مسؤولوه قيمة الجوهرة المارة عليه. انتقل بعد ذلك كمال إلى الشقيقة تونس من بوابة نادي حمام بونيف، موسم واحد كان كافيا ليخطف ابن القبة كل الأضواء والأنظار من كبار اللاعبين المتواجدين في تونس آنذاك. وبما أن النجاح لا يصنع من العدم، قرر كمال المواصلة في صناعة المجد بإرادته الصلبة، فحلم ارتداء القميص الوطني جعله يعود لأراضي الوطن من بوابة اتحاد البليدة. فالمدرب صفصافي عبد العزيز قرر أن يجعل من الشاب الواعد نجما للبليدة، مسؤولية كان بقدرها ابن القبة. 3 مواسم حقق من خلالها أرقاما دفعت بالقائمين على المنتخب الوطني تصويب الدعوة له، ليحقق كمال قاسي السيد حلمه الأول والأخير في مباراة تاريخية لعبها المنتخب الوطني بالملعب الأولمبي 5 جويلية ضد المنتخب المصري عام 95. صال وجال فيها قاسي السعيد ما حفز مسؤولي نادي الزمالك المصري على استقدامه وانتدابه. موسمين قضاهما في نادي قصر النيل كانتا كافيتين ليتوج بالبطولة المصرية وكأس رابطة إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي وكذا الكأس الأفرو أسيوية، ليترك اسمه خالدا في الأراضي المصرية، ليخوض بعد ذلك المدلل الجديد للساحرة المستديرة تجربة جديدة مع كان الفرنسي الذي فسخ عقده بعد 6 أشهر بسبب خلافات، الشيء الذي دفعه للعودة للجزائر من بوابة رائد القبة وكذا مولودية قسنطينة، الفريق الذي برز في صفوفه لموسم واحد. مسيرة عجلت باهتمام النادي العريق عميد الأندية الجزائرية مولودية الجزائر، الفريق الذي ظفر بخدمات اللاعب سنة 2000، موسمان لم يكن فيهما قاسي السعيد في أوج عطائه ليعلق الحذاء ويعتزل الكرة كلاعب. سنة واحدة ودخل لعالم التدريب من بوابة رائد القبة كمساعد لبوعراطة سنة 2003، وبعد ذلك درب المنتخب الوطني العسكري وأهله للمشاركة في بطولة العالم، تاركا بعدها كمال ميادين الكرة لعدة مواسم قبل أن يعود مجددا كمناجر عام للعميد سنة 2014 محققا كأس الجمهورية بعد مهزلة 2013. وبعد خلاف مع رئاسة النادي قرر كمال قاسي السعيد الانسحاب من إدارة العميد، وبقيت الأمور تراوح مكانها حتى عاد مجددا لبيت العميد ليس كمناجر عاما وإنما كرئيس للنادي في جويليا 2017. وبإجماع كل العارفين بشؤون المولودية فإن السياسة المطبقة من الرئيس في التسيير والاستقرار عامل من العوامل المباشرة في تألق المولودية هذا الموسم. كمال قاسي السعيد مسير من طينة الكبار، اشتاقت المولودية لأمثالك. مزيد من التوفيق لك بريزيدون، متمنين أن تحقق رفقة العميد مزيدا من النجاحات.